معك. يقول هذا السائل الشيخ رحمه الله محمد بن ناصر الدين الألباني، له رسالة صغيرة أن الأعمال الصالحات كلها شرط كمال في الإيمان عند أهل السنة، فهل هذا صحيح؟ عفتونا مأجورين. ليس بصحيح. الصواب أن أهل السنة والجماعة أن الأعمال جزء من الإيمان وليس شرطا. الشرط خارج المشروط، مثل الوضوء شرط لصحة الصلاة خارج عن الصلاة. وأهل السنة يقول الإيمان قول باللسان، تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. يقول قول وعمل ونية، يزيد بطاعة ويقصد بالمعصية، هذا ليس شرطا. الشرط خارج عن المشروط.